بونجور بونجورنين، نهاركم زين وعين. ايش نحويلكم، توحشكم برشا برشا. رجعنا في فيديو جديد، غبنا شوية الحقيقة، رمضان خل بلاص عليا، عديت العيد كيف الناس الكل، وقعدت هكا بريود نخمم شنو هي الافكار الجديده اللي باش نبارطاجيها معاكم ونرجعوا للروتين العادي نتاعنا كالعاده والعويد. دونك فيديو اليوم باش يفوح منه برشا 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 فريز، برشا افكار باش نعملوها ياسر تفيدنا لفطور الصباح، للجو، للضيافات، للمناسبات. حاصيلوا تبعوني واقعدوا معايا. فريز ويا عيني على الفريز، اكيد الناس الكل نحبوه معناتها، ويجي برشا حاجات كيما نجمو نخزنوه، كيما نجمو نعملو بيه برشا افكار للفطور الصباح، ولا حاجه غلاس للصيف، ولا جو، ولا عندك اي مناسبه. طريقه متاع تخزين هايله على الاخر، من اول كعبه تدخل للدار لاخر كعبه تتحط في بلاصتها. دونك فوالا، خديت 4 كيلو فريز. اول حاجه لازم يتنفخ بالماء والخل، مش يتنفخ معناتها تحطوه بالماء وسيبوه، لا، معناتها يتغسل مليح مليح كما شفتوا في الفيديو بقطره خل، ونستقطرو في كسكس. توا باش نجيب دوبل، باش نقسم الكعبه المزيانه والمرتوبه باش نخليها هيك تتخزن في الفريجو تتكنجل، والكعيبه اللي نلقاها طريه واللي نلقاها هكا. مثلا الكعيبه هذه اللي مشتراوها تو، كعبه فريز مقسومه في زوز، شفتوا كيفاش معناتها شيرتين، دونك هيك تتعدى معجون، نتفقدهم بالكعبه بالكعبه. نخلي البول هذه مثلا هيك الكعبه اللي فيها شويه اخضر، والا الطريه، والا كيما الاخرى هيك مقسومه في زوز، معناتها هيك تتعدى ديريكت معجون. وهذم الكعيبات المكبوسين المزيانين معناتها باش يصبروا اكثر وقت، ماذا بينا نختاروهم معناتها هيك الكعبه المرتوبه المكبوسه. دونك فوالا، مغسولين مستقطرين معقمين بالخل. توا باش نجيب هكا بلاتو مش ندخلو للفريجو معناتها روا، دونك نحيو هيك الراس الاخضر نتاعها ونوقفوهم بالوقفه كيما تروا بالضبط كيما في الفيديو. دونك هذه راهي طريقه ما فيها حتى شيء، باش نبيتوهم ليله في الفريجو حتى لوين كعبه الفريز نتاعنا تثلج. نقلع هيك الراس نتاعها نقصو ونخليهم واقفين هكا شادين الصف، باش يمشيو يستناو مصيرهم اللي هو باش يمشيو يثلجوا، وبعد باش نعاود نخزنهم. فهمتوني؟ دونك نغطي بالبابي هذيك باش ما نخليش الروائح اللي موجوده في الفريجو تدخل، بيان سور نسكروها بالباهي بالباهي، وتوا هيك ننساوه نخليوه ليله كامله في الفريجو. نجيو للبول اللي كعبته طريه، باهي احنا جينا صيف، جينا فروحات، جينا لمات نجاحات، معناتها باش يجيونا برشا ضيف، معناتها باش نقصوا على رواحنا مصروف. نجيبوا الغله الموسميه ونصنعوا منها برشا حاجات تفيدنا، كيما بتي ديج مثلا في فطور صباح، صحين معجون وقطره زيت زيتونه من فوق هكا خويط في صحين، راهو يعطيك فيه كان ربي. دونك شويه معجون فريز من الغله اللي عندنا توا نتمتعوا بها، ناكلوها فرشكة نشبعوا بها، وهي كيف تربخ يطيح صومها. دونك تنجموا تاخذوا كميه وتعملوا منه معجون. شفتوا انا عباره خزنت 2 كيلو في الفريجو و2 كيلو الاخرين باش نعملهم معجون، قطعتهم مكعبات. نجيبوا تنيجره نعرفوها ما تلصقش، عندي هذه انا تهبل ديما نعمل فيها المعجون، الحقيقه لا تشد لا تلصق لا تحرق. به احكار صحيحه نتاع المعجون، خذوها قاعده، اي غله تحبوا تعملوها معجون، صحفتين من الغله عليهم صحفه سكر. انا هوني عملت الصحفة الاولى متاع الفريز المقطع، حطيتها في التنيجرة وتنيجرة رشيت عليها سكر قبل، وزدت الصحفة الثانية، معناتها صحفتين غلة مقطعة اللي هو الفريز كيما تنجمو تعملو اي غلة اخرى، وبعد تزيدوا صحفة سكر، معناتها على صحفتين غلة صحفة سكر. انا في الجملة 2 كيلو فريز هذوما كيف قطعتهم جاوني 5 صحيفات، عشا عوينتكم، معناتها 5 صحيفات حطيت عليهم صحفتين سكر وشويه. فهمتوا شي؟ دونك نرشوا توا السكر نتاعنا، نحاول هكا نستويها بالبيدية دو تيل فاسون هكا السكر الكل يهبط على الفريز، ونعاون بالمغرفه هكا عباره نرحي شويه، ولا نعاون السكر مش يدخل في الفريز والفريز يسيب هكا الجو نتاعو وكهو. دونك راهي المرحلة هذه تعاون على الاخر وتعطي نتيجه ياسر هايله. توا باش نغطيو عليه الفريز وننسيوها، منطيبوهش ديريكت، لا، باش نخليوه ساعتين ثلاثة سوايع حتى السكر متاعنا يذوب والفريز متاعنا يسيب الجو متاعو الكل. بعد لا تعديو الساعتين وثلاثة، انا والله نسيت ساعتين ونص ثلاثة سوايع خليتو، شوفوا كيفاش لقيتوه.
شفتوا كجيول كله هبط ساس فريز راه ما بنوا تنجموا في المرحلة هذه تزيدوا شوية مازهر راه زاد يبنن. أمانة ما حطيتش نحب فريز نكهة الفريز أكهو المرحلة هذه سافا. توا إذا كان أنتم ما تحبوا تاكلوا معجون وتحبوا تحسوا هيك ترانشات الفريز موجودة نجموا ما ترحيوهاش. انا شخصيا نحب نرحيه ونخلي فيه كعيبات ترانشات فريز مش مرحيين، معناتها ديتو توا بالميكسور نرحي فيها ما رجعتوش الكل جورا، هو خليت شويه فريز هكا ترانشات مع تضايعين محليه يبدا هكا يهز بعضه ويسربني. هوني كملت رحيته وتوا بعد نوريكم كيفاش خليت الترانشات باش نحلوا الغاز، والغاز نتاعنا راهو لازم سله هكا دميع يمشي تمشي واش تعليوا النار ويتحرق. ردوا بالكم شوفوا هوني باش نهز ترانشات فريز ضايعين، شفتوا هيك شنو نقصد؟ باش من بعد كيف ناكل نحس اللي فما ترانشات فريز خاطر يشد روحه هو. نخليه وهي غلي يسخن على نار هاديه ما نستعجلوش بيه، باش يسيب رغوه، هيك الرغوه هذيك نقيموها كل ما تخرج على الوجه نقيموها على جنب، نحطوها في صحفه نطيشوها هيك نستغنيو عليها ما حاشنيش بيها. نقعد نعصو واقفين بحذاء المعجون، ردوا بالنا معناتها راهو ما نغفلوش عليه، صحيح على نار هادية أما ما نغفلوش عليه، ديما واقفين عليه هكا كل مرة نعملو تحريكة خفيفة باش ما يشدش وما يهبطش وما يلصقش، وباش تجنبو إنه هو ما يتحرقش، ونعود ونقول راهو نار هادية. توا هيك الصحيفة اللي فيها الرغوة صي قمتها نحيتها على جنب باش يزيد ياخذ غلوة أخرى، يزيد يخرج رغوة أخرى، نولي نقيمها ونحيها، المهم نرجع المعجون صافي. ومن بعد وحده توا يولي يهبط ويعقد ويتبخر، يولي معجون بالطريقة هذه. شفتوا محليها لا فيه كشكوشة وليه جيري وليه عاقد برشة ولونه يعشق والبنة عنده بيان سور حاجة يسر هيلة. عندي الحكايكات هذوما دونك متاع 500 غرام نص كيلو حاصيلو مغسولين معقمين، يا إما تغليوهم في الماء سخون ربع ساعة وإلا تعبيوهم بالماء وتحطوهم في الميكروويند حكاية 5 دقائق لين يسخن، لا مش 5 دقائق المهم لين تحسوا إنه الماء سخن تتعقم الحكايكة متاعنا، تخليوها تبرد وبعدين نمشيو ناخذوا صحيفة، قلت صحيفة حكايكة اللي مش تخزنوا فيها الفريز تحطوا في القاع متاعها شوية زيت زيتونة وتبدأوا تعبيوا الحكايكات متاعكم، حاولوا ما تتهلكوهيش من الجناب هكا صبوا خويط كما تروا في الفيديو. ما شاء الله جاوني 3 حكايكات معناتها الخير والبركة. حسب رأيكم 3 حكايكات معجون بوكيلو ولا بو رطل من العطرية كي مش تاخذوها قديش تتكلف؟ الوغ كو انتم تنجموا تعملوه وحده ديري 2 كيلو فريز طيحوا لي 1.5 كيلو عباره معجون، شوفوا ما شاء الله. وديما تقعد حاجه فريشكه وصنع محلي ونظيف. دونك كيما القاع حطيت زيت زيتونه الوجه زيده نغطيه بالزيت زيتونه باش يصبر اكثر وقت ممكن. واستيوس اخرى بالنسبه للاختيه نتاع الحكايكات، ناخذ شويه حل وطبقه نظيفه ونمسحوا الوجه نتاع الحكايكات نتاعنا، نخليوهم يشيحوا وبعدين نسكروا الحكايكات ونزينوهم ونبرقشوهم وكيف ما تحبوا انتوما. انا زينتهم بالطريقه هذه الحقيقه، انا نحب الزينه والديكور، معناتها كل حاجه نعملها قوق، حكايكه معجون مزينه مهينه محطوطه فوق الطاوله في فطور صباح تحل الشيه تراها تدخل مشريه. صحة وفرحة لكم الناس الكل، صدقوني راهي دايره ست هذوما راني نعتمدهم حياتي الكل، والمعجون راهو يصبر عام كامل في الفريجيدير وما يصير له حتى شيء. من غدوة جبدنا هيك الفريز اللي كان جلناها قبل بنهار، شوفوا كيفاش خرج الكعبة جامدة حجرة، معناتها نضربها في أختها ما يصير لها حتى شيء، تأكدت تماما أنه هو اثلج. توا باش نتعديو طريقة التخزين. بالنسبة لطريقة التخزين، أول حاجة كعيبات الفريز نسيبوهم من بعضها، يا إما نجيبو صنادق بلاستيك كيفن هكا، معناتها صنادقات صغار هكا متاع وجبة فوالا، نقولو احنا حاجتك بصنادق صغير باش تعملو جو باش تعملو بلاس، معناتها أوكا تجبد شوية تسيبو حتى يذوب وتمشي تتصرف فيه من بعد. وبيان عندي عقاب ساشيات فضلولي من عام ناول، بربي ما تقولوا ليش كارفور وما كارفور، راهو الواحد قديم والله صدقوني قديم، وراني مواصله في المقاطعه معناتها هذه حاجه راهي برنسيب عندي، وديما نذكر المقاطعه يا جماعه الخير
راهو امبوسيبل نعاود نجري حاجة مارك كارفور ولا نقضي منها ولا أي حاجة داخلة في المقاطعة. دونك موضوع آخر هذي كان خليه على جنب. عندي ترواسة الشي متاع كونجيلاسيون حطيت فيهم قد نفس الكمية متاع الفريز، والفريز هوني راهي كل كعبة معناتها ثلجة معناتها حجرة، هكيك نضمن انه الفريز متاعي ما يلصقش في بعضه. وساشي هذي كيما نجبدوه نرحيوها الكل جو، نعملو هجلاس ايس كريم، تحبوا تاخذوا شطر وتخليوا شطر، تنجموا ما تقعدوش معناتها تكسروا فيه الفريز ولصق بعضه، لا كل كعبة شدة روحها وحدها. كملت حطيتهم في الصنيدق، سكرت عليهم وكهوة. هذه هي الأفكار بالنسبة لفيديو اليوم، وبرشا أفكار أخرى راهي جاية في الثنية، ما تبعدوش بعيد. إن شاء الله عديت معكم وقيت مزيان، خذيتوا الإفادة، أعطيني رأيكم، أنبسكم برشا، وباي باي، بسلامة.